بعد تجربة دامت لست سنوات في المجال الثقافي، قرر هؤلاء الشباب الشغوف بالعلم والمعرفة تأسيس مشروع ثقافي واعد أطلقوا عليه اسم إنهض، مشروع استثنائي يدعم العلم والمعرفة بما يعزز المخزون الفكري لدى العديد من الشباب المغاربة، فضلاً عن تشجيع الأعمال الثقافية المغربية. قبل تأسيس هذا المشروع كنت خدام في جمعية مبادرة قراء الجامع لمدة سنوات طويلة، اللي تعلمت منها يعني أشياء كثيرة. وخلال هذه المدة يعني كنت كنراقب يعني الفاعلين الثقافيين في جهة ديال الرباط، كنت كنتعامل معهم. الملاحظة اللي كانت يعني كتكرر معايا كل مرة هو أن الفاعلين الثقافيين كاينين، المبادرة الثقافية كاينة، ولكن مكيكونش واحد الاستمرار. المركز يعمل على استقطاب عدد هائل من الشباب والأطفال عبر إحداث برامج مبتكرة وأنشطة تثقيفية تواكب اهتمامات الجيل الجديد، الهدف منها ترسيخ ثقافة القراءة لدى العديد من الشباب. بغينا نحيو أهمية الثقافة في المجتمع بين جميع شرائح المجتمع، لأن احنا للأسف في المغرب أو في العديد من الدول العربية الثقافة كنشوفوها أنها واحد يعني كتمتاز بها واحد طبقة، واحد النخبة في المجتمع هم اللي يعني كيمتازوا بالثقافة فقط. هذا خطأ كبير. الثقافة من حقنا كاملين نكون مثقفين. هذا المشروع الثقافي يأتي في ظل عزوف الكثيرين عن القراءة والمطالعة وتراجع الإقبال على المكتبات ودور الثقافة. التطور التكنولوجي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع نسبة القراءة في المغرب.